لله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولا تخزنا